جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أنا السائل أبو عبد الله إبراهيم، أسأل من الجمهورية اليمنية، أسأل عن قول الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أم الثاني؟ بعض العلماء يقولون في الأذان الأول، فما القول الصحيح مع الأدلة؟ مأجورين. هذه الكلمة تقال في الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر، من أجل أن يعلم الناس أنه قد طلع الفجر. هذا في من يؤذن مرتين، هذا في من يؤذن مرتين، المرة الأولى قبل طلوع الفجر والمرة الثانية إذا طلع الفجر، فإنه يجعل الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير، من أجل أن يعلم الناس أن هذا الأذان هو لطلوع الفجر. هذا هو الغرض من الإتيان بهذه الكلمة، تنبيه الناس على أنه قد طلع الفجر. نعم.